الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، لحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب، كتاب هو اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ.